السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نخصصها لارتفاع المشتقات النفطية والجرعة السعرية التي فرضتها ميليشيا الحوثي. في 17 من أغسطس 2014 خرج عبد الملك الحوثي في خطاب تصعيدي ضد حكومة الوفاق، متوعدا بما وصفه إجراءات مزعجة ومهددا بعدم الوقوف مكتوف الأيدي، قائلا قد أعذر من أنذر. في الأثناء كانت ميليشياته تجوب شوارع العاصمة صنعاء حاملين لافتات كتب عليها عبارات رفض الجرعة انتصار للفقراء والجياع. في 8 سبتمبر صعد الحوثي من خطابه ضد حكومة باسندوة ورئيس الجمهورية، وكان أتباعه يحملون شعارات أخي المواطن أخي الجندي سكوتنا على الجرعة سوف ندفع ثمنه من قوت أولادنا، وكذلك شعارات أخرى عجبت لمن بات جائعا ولم يخرج شاهرا سيفا. وهكذا أيضا كان عبد الملك الحوثي يبشر بجماعته وقدومه. اليوم إذا كان شعبنا اليمني يعاني من توفير احتياجاته كلها، فهناك من الموارد الاقتصادية ما يفي باحتياجات ومتطلبات هذا الشعب، بتروله، ثروته السمكية، الإيرادات التي هي متنوعة من ضرائب، من جمارك، من زكاة، من غيرها، مئات المليارات تضيع ولا يستفيد منها شعبنا شيئا، مئات المليارات. الآن شعبنا اليمني بمثل هذه الشعارات البراقة خدع الحوثيون عامة الشعب واستقطبوا البسطاء وجيشوا لمسيراتهم المسلحة وصولا إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية. اليوم وبعد نحو 3 سنوات من عمر الانتفاشة الحوثية، فإن الناس يعيشون ارتفاعا جنونيا في مختلف الأسعار وبنسب غير مسبوقة. خرجت الاحتجاجات لإسقاط 1000 ريال زادتها حكومة باسندوة في قيمة 20 لتر من مادة البنزين. اليوم وبقرار حوثي خالص أصبحت رسميا ب 8300 ريال بزيادة قرابة 150%. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش ما آلت إليه أسعار المشتقات النفطية وكيف يعاني المواطنون، ونبحث موقف الشارع اليمني من هذه الجرعة. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، ومن العاصمة صنعاء الصحفي منصور الجرادي، وسيكون معنا من عدن الناشط الحقوقي طارق سرور. في البداية أبدأ هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية مع الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، بداية كيف تتابع، أو نذهب لفاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة إذن مع الصحفي محمد الجماعي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الأنوار أخي بشير. أهلا بك أستاذ محمد. في البداية كيف تتابع فرض ميليشيا الحوثي لجرعة سعرية جديدة؟ كانوا قبل ثلاثة أعوام أسقطوا الدولة والشرعية بحجة ارتفاع البترول 500 ريال في حكومة باسندوة. اليوم يفرضون جرعة جديدة ب 8300 لسعر 20 لتر من مادة البنزين وبصورة رسمية في كل المحطات. هذه سوقهم، وهذه هي بورصة الميليشيات، الأسواق السوداء والأزمات والممنوعات والمضاربة في الأسواق بشكل مباشر دون الرجوع إلى قوانين وأنظمة الدولة. مهما كان الانقلابيون فهم يحكمون وفقا لقوانين، ولديهم دولة قائمة ما تزال، وهم يستخدمون كل أدواتها، ومع ذلك يعني يفرحون كلما ألمت نائبة بالوطن مهما كانت يعني شكلية، مثل قرار إغلاق المنافذ الذي لم يتجاوز 2 أو 3 أيام، وأعلن كل هذا النفير من أجل هذه الأيام الثلاثة فقط، من أجل الحصول على مكسب كبير جدا وأموال يعني طائلة ستصل إلى جيوبهم وخزائنهم ولن تذهب إلى خزينة الدولة بطبيعة الحال. لذلك هذا رفع السعر ليس له أي مبرر،
وسوى يعني وما برره ايضا الناطق السابق للشركه العامري الذي اقيل بسبب تحميله المسؤوليه لميليشيا الحوثي والمخلوع. نعم استاذ محمد، كما تعلم رئيس ما يسمى باللجنه الثوريه عبد او ابو احمد الحوثي عندما اتوا بقرار تعويم المشتقات النفطيه ووفقا للعرض والطلب من اجل ان يبيعوا للناس بالسعر العالمي، الان يعني السعر العالمي ربما لا يتجاوز 3000 ريال لسعر 20 اللتر، اذا كيف يمكن للميليشيا ان تمرر هذه الجرعه الكبيره والقاتله على المواطنين ويبيع وتباع في المحطات بصوره رسميه ب 8300 ريال؟ الجرعة التي قاموا لأجلها لم تكن سوى عذر، وهذا العذر يعني زال بزوال القرار الذي قرره الرئيس عبد الرب منصور هادي في 2014، أي بعد شهر من الحصار الذي حوصرت صنعاء لأجله. وهذا القرار الذي قرره باسندوا كان قرارا يعني يتبعه عمل كبير وعمل لصالح الدولة، متمثلا ب يعني رفع الدعم عن المشتقات النفطية لكي يذهب البترول إلى السوق وفقا لأسعار العالم. دولة فقيرة مثل اليمن وتدعم البترول البنزين أخي بشير والديزل، تدعمه بمبلغ 750 مليار ريال يمني. هذا المبلغ الكبير كان يصل أحيانا إلى تريليون ريال يمني، يعني ثلث الموازنة اليمنية تذهب لدعم المشتقات النفطية. بمجرد ان قررت الحكومه حكومه الوفاق في ذلك الوقت اعاده يعني الامور الى نصابها، ذهب الحوثيون الى ما هو ابعد من ذلك والمخلوع صالح. لماذا؟ لان هذه المبالغ كانت تذهب الى جيوب من يقودون الميليشيات الان. وانت تعلم ان اليمن كانت في كل عام تتاخر الموازنه او تعجز بنصف هذا المبلغ، وكانت ربما في العام الذي يليه 2015 لن تعلن الحكومة عن عجز لأنها لن تدعم، لن تدفع هذه الأموال لدعم المشتقات النفطية. وكنا في ذلك الوقت كان الناس ينظرون إلى هذا القرار كقرار جائر قليلا، لأنه ارتفع 1000 ريال مقابل نزول 1000 ريال كاملا أيضا في أسعار الديزل من أجل المزارع والمصانع وغيرها والمحركات الكبيرة. هذا الذي حدث الآن هو أن ذهبت هذه الأموال كلها الآن إلى جيوب الحوثي، الدعم والرفع للأسعار والزيادة السعرية كلها ذهبت إلى جيب ميليشيا الحوثي والمخلوع، لم يتبقى هناك دعم للمشتقات ولم يبقى أيضا هناك رحمة للمواطن، لأن هذه الأموال كلها ستتراكم على ظهره ولن يجد دون الثورة أي سبيل آخر. نعم أستاذ محمد، كيف ينعكس هذه الارتفاع الجنوني للمشتقات النفطية أيضا على بقية المواد الغذائية وعلى القوت الضروري للناس؟ بطبيعة الحال الوقود يعني لم يعد وقودا للسيارات مثلما هو الآن وقود للحياة بأكملها، هو وقود للمصانع والمحركات والمزارع، وهذه كلها في ظل هذا الوضع وهذا الحصار الذي تشهده اليمن وهذه السيطرة والنهب على مقدرات البلد، يعني أصبح الوقود الآن بمثابة إكسير الحياة في البلاد بالنسبة للمنتج المحلي أو حتى بالنسبة للاستيراد، لأن كل ذلك يتم وفقا لأسعار عالمية ونحن عندنا هذه الأسعار مضاعفة كما ذكر التقرير أو ذكرت أنت قبل قليل بنسبة 150% وأكثر من ذلك. نحن الآن يعني ربما نشهد أكبر عملية نهب واسع، وكل يوم في هذه القناة وغيرها نناقش مدخلا من المداخل التي تلج إليها ميليشيا الحوثي للوصول إلى نهب الأموال والثروات. ولنا بهذا مثل بطالبان في أفغانستان ويعني وتجارتها بالممنوعات وغيرها من أجل الوصول إلى الأموال، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي وغيره الذين يستغلون الأسواق السوداء ويستغلون كدح الناس ومعيشتهم من أجل الوصول إلى الثروة والمال، وهذا هو ديدن الجماعات المسلحة والميليشيات خارج القانون. نعم طيب أستاذ محمد ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من صنعاء الصحفي منصور الجرادي، مرحبا بك أستاذ منصور. أهلا وسهلا بك أخي بشير وبالمشاهدين الكرام. مرحبا بك أستاذ منصور، في البداية كيف يعني تلقى الناس في شوارع
العاصمة صنعاء، هذه الأسعار المفاجئة والكبيرة والقاتلة بالنسبة للمواطنين، ارتفاع جنوني في البنزين، في الغاز، في الديزل. بلا شك يعني أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية هي صادمة بالنسبة للشارع، و صدمة بكل ما تعني الكلمة من معنى. لم يجد هناك استيعاب للناس حتى اللحظة لهذه الارتفاعات التي لم تلحق بأذاها فقط من يستخدم هذه المشتقات النفطية والتي تمثل شريان الحياة، بل امتدت إلى مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية التي ارتفعت بشكل جنوني بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الخيالية أصلا وغير المتوقعة والتي لا يعرف لها أحد سبب، سوى أن هناك بين ليلة وضحاها تم إخفاء المواد المشتقات النفطية وبدأت السوق السوداء، ومن ثم بدأ المواطن بالبحث والسعي عن هذه المشتقات من أجل أن إما للمزارع أو يعني حياة تقريبا تعتمد عليها في اليمن على هذه المشتقات نتيجة غياب الكهرباء والمياه وغيرها يعني والخدمات التي تقدمها الحكومة. لا شك هناك صدمة كبيرة وكبيرة جدا. نعم الآن هذه الأسعار الناس يعني تطبعت مع هذه الأسعار الجديدة وقبلت بذلك، لا يوجد هناك احتجاجات أو رفض أو عدم قبول؟ لا يوجد شيء اسمه تطبع، يعني المعاناة في اليمن موجودة، لا يوجد جزء في اليمن إلا هو يعاني ويقاسي من هذه الارتفاعات، وربما ليس فقط صنعاء بل كل منطقة في اليمن هي تعاني من ارتفاع الأسعار، وكل مكان هو يعاني، وهناك تجار حروب يقومون بالاستفادة من هذه الحرب لتنمية ثروتهم، لكن على حساب المواطن وعلى حساب قوت المساكين. وبلا شك هناك رفض كبير جدا في الشارع، والرفض كما نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي هو تعبير عن رفض المواطنين. هناك حملات لمقاطعة شراء المشتقات النفطية بهذه الأسعار، وبلا شك لا يمكن أن يشتريها أصلا مواطن لا يملك يعني راتب ولا يملك ما تبقى لديه يعني المخزون كان يصرفه طوال نحو 3 سنوات وهو يصرف ما لديه من الداخل حتى باع أشياء. يعني سواء كان هناك رفض واضح وهو شعبي أو عدم القدرة أصلا على الشراء بهذه الأسعار الخيالية. نعم حملة التي يطلق عليها ناشطين أوقف سيارتك وقاطع البترول، هذه الحملة هل أصبحت واقع فعلا في العاصمة صنعاء؟ هل تجاوب الناس مع هذه الحملة؟ هي خفت الحركة إلى حد ما، لكن بلا شك ما زال هناك حركة، الناس ما زالون يعني ما زال مبكرا حتى نقول أنه هل أثرت بشكل كبير، ما زال الناس يستنفذون ما لديهم من مخزون في سياراتهم، وبالتالي قلت الحركة إلى حد ما. محطات هي ممتلئة بالمشتقات النفطية لكن لا توجد سيارات تزورها إلا بالنادر، وبالتالي ما زالت الفكرة قائمة، ونحن أول من أيدنا إلى مقاطعة هذه الأسعار الخيالية لأنها بلا شك لن تأتي حتى من جهة رسمية أو جهة واضحة، يعني حتى لم يعلن عن وجود جرعة واضحة، لكن الجرعات متكررة حقيقة، أصبحنا كشعب لا ندري من الذي يفرض علينا ومن الذي يتحكم بمصيرنا وبقوتنا وقوت أطفالنا. يعني بلا شك في خفة في القبال على شراء هذه المواد لأنه بطبيعة الحال السعر خيالي جدا، ولا يمكن أن يشتريه إلا من كان لديه يعني قدرة. نعم. في هذه الحرب، وهو عدد قليل جدا من الأشخاص الذين استثمروا هذه الحرب لصالحهم. نعم. قيادة الميليشيا ويعني سلطة الانقلابيين أستاذ منصور في صنعاء هم بالتأكيد المسؤولين بالدرجة الأساسية على هذه الارتفاعات الجنونية والتي لم يتم ضبطها، أو على العكس تماما ربما هم من يقودون هذه الأسواق السوداء وبضوء أخضر منهم.
هل هناك تحرك لهم من أجل يعني على الأقل تخفيف من معاناة المواطنين أو ضبط أسعار هذه الجرعة الجديدة، أم هناك صمت مريب وتاركين المجال لمن يعني لتجار السوق السوداء وللصوص المتحكمين بقوة الناس؟ لا أخفيك أخي، صدقني يعني حتى من يسموا بالميليشيات وغيرهم وما وأي طرف كان في اليمن، لم يعد هناك رؤية واضحة لديهم من الذي يتحكم بالسوق، حتى من يتحكم بالقرار. يعني للأسف لدينا مش سلطة واحدة، لدينا عشرات السلطات التي تحكم في البلد، لدينا قنطوانات في كل مكان. يعني الأمر لا يقتصر على صنعاء، هناك في عدن أيضا تستطيع إذا زرتها، يعني وأنا زرتها قبل من أسابيع، هناك أزمة خانقة أيضا في النفط يعني وفي المشتقات لها شهور. يعني صحيح أنها توفرت خلال الأسبوعين الأخيرين، لكن تستطيع أن تشتري 20 لتر بنزين ب7 ألف، تستطيع أن تشتريه الآن بعد أن تم فرضه وبالقوة بالسعر الرسمي الذي هو 3500. يعني هناك قوة خفية تلعب في هذه الحرب، هناك قوة تلعب مصير اليمنيين. هي قوة خفية أستاذ منصور، قوة خفية، وبالتأكيد هي تقودها الميليشيا، يعني الميليشيا التي ربما تعتقل الناس على مستوى يعني منشور في الفيسبوك، أكيد لا يخفى عليها مثل هكذا يعني وضع أن يرتفع البنزين بهذه الأسعار وبالسعر الرسمي وفي المحطات وأمام يعني أمام الجميع. كل الأطراف التي تخوض الحرب في اليمن هي مسؤولة عن ارتفاعات الأسعار، مسؤولة عن قتل المواطنين، مسؤولة عن ما يحدث من تدمير للبلد، وبالتالي لا نستطيع إلا أن نقول هؤلاء مسؤولين أمام البلد وأمام الشعب وأمام الله. بالتأكيد أستاذ منصور، لكن كما تعلم يعني الحكومة الشرعية والمحافظة المحررة البنزين بالسعر الرسمي 3500، وأيضا الدب الغاز ب 1500 ريال، والديزل أيضا ب 3800 تقريبا، يعني هي الأسعار الرسمية، لكن ما هو مختلف هو فقط في المحافظة التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. أستاذ منصور ابقى معي، سنذهب الآن استطلعنا آراء بعض الناس حول هذا الارتفاع الجنوني الذي فرضته الميليشيا على الأسعار في المشتقات النفطية، ومن ثم نكمل الحديث. الجرعة التي كانت رفع 500 ريال عن المشتقات النفطية، والتي قال الحوثيون أنها ظالمة للشعب اليمني وأنهم يريدون الخروج من أجل رفع الظلم عن الشعب اليمني، خرجوا واتضح في الأخير أن هذا الخروج ما كان إلا من أجل الانقلاب على الدولة وعلى ثورة 11 فبراير المجيدة. وها هم اليوم يعني الشعب اليمني يعاني من ارتفاع هائل في الأسعار، أسعار النفط وأسعار المشتقات النفطية بشكل عام. ميليشيا الحوثي والمخلوع خرجوا علشان ارتفاع الأسعار في المشتقات النفطية عندما ارتفعت إلى 500 ريال على سعر الدبة، واتضح لنا أنه ما خرجوش يعني عشان البنزين أو كذا، خرجوا يعني عشان القضاء على الدولة وعلى الشعب. وهنا الآن يعني الآن ارتفع الأسعار في المشتقات النفطية إلى أسعار هائلة، يعني خروجهم كان ليس على حاجة، بس كان على القضاء على الدولة والانقلاب على الشعب والدولة. بالنسبة للقرعة والخمسمائة ريال التي خرج بشأنها الحوثيين، هذه الخمسمائة وهذه القرعة كانت شماعة لإسقاط دولة، لتشتت الشعب بالكامل. 500 ريال كانوا يريدون يسقطوها، أسقطوا ما يقارب 500 وما يقارب 1000 والألفين الثلاثة، أرواحهم فاضت بسبب هذه شماعة القرعة. سقطت الدولة بالكامل، تشرد الملايين من أبناء هذا الشعب بسبب هذه الشماعة، شماعة القرعة. كلنا يعلم أن جماعة الحوثي أسقطت العاصمة وأسقطت الدولة بحجة ارتفاع الأسعار، لكن ما يثير الدهشة أن أحد مسؤولي هذه الجماعة بالأمس كان يشكر المحطات التي تبيع سعر الدب البترول ب6000 ريال. أنسي هذا الكائن إن كان كائنا بأن ميليشياته أسقطت صنعاء وأسقطت الدولة من أجل سعر دبة بترول، وهم اليوم يشكرون المحطات التي تبيع دبة البترول ب6000 ريال، مع أنها لا تباع ب6000 ريال بل تباع في السوق السوداء ب10000 ريال إن وجدت. ميليشيات الانقلابية عندما انقلبت على الشرعية والنظام والمؤسسات كانت تطالب يعني بتخفيض الجرعة، لكن الآن هي ضعفت الجرعات للشعب اليمني في مختلف المجالات،
يعني المشتقات النفطية مضاعفة في الغلاء الفاحش الموجود على مستوى المحافظة للسيطرة على الميليشيات. أيضا الغلاء في الأسعار والمواد الغذائية، المواطن يعني كاهل كبير يتحمل الأسر بالذات في هذه الظروف الصناعية. هذا هو نهج الميليشيات الانقلابية، كيف ممكنها تضاعف من معاناة الشعب اليمني وبالذات في ارتفاع المشتقات النفطية وأيضا المواد الغذائية وكل أساسيات الحياة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأعود إلى محافظة مأرب عبر الأقمار الاصطناعية مع الصحفي محمد الجماعي. أستاذ محمد، إذا تابعت ربما تصريحات الناس، تلخصت كيف كانت الميليشيا تبشر بقدومها وأيضا كيف استغلت الارتفاع الأسعار 1000 ريال 5000 ريال في حكومة باسندوة وعن طريقها أسقطت الدولة ويعني نهبت كل ثروات البلاد. الآن هل اليمنيون عرفوا بأن الميليشيا يعني تلاعبت بهم وضحكت عليهم ويعني أصبحوا الآن يروجون لطرق أخرى للتبرير لهذا الارتفاع؟ نعم، يعني وتعقيبا أيضا على كلام الزميل منصور عن القوى الخفية، هذه القوى الخفية ربما هي من كانت وراء الانقلاب وكانت وراء يعني نهب الأموال وإسقاط العاصمة صنعاء والنزول إلى بقية المحافظات لتسليم موانئ اليمن للدول يعني للتجارة بها في مزاد علني للشرق والغرب، من يشتري عدن، من يشتري شبوة. هذه القوى الخفية هي نفسها التي تقف الآن على كرسي الحكم موزعة بين مجلس سياسي ومجلس يعني ثوري، وهناك ما لا يخفى على المواطنين الذين هم عارفين الآن بالضبط من هو الذي يقف وراء هذه الأزمات. في صنعاء عدد السكان يتجاوز 3 ملايين، وهذا العدد مغري لكل يعني شخص لا يحفظ حقوق الناس ولا يخشى الله فيهم، أن يرفع عليهم الريال يجمع منه 3 ملايين ريال، والعشرة ريال يجمع منها 30 مليون، وهكذا. ستجد أن كل خطوة يقومون بها، مع أن في المناطق المحررة حتى في وقت الأزمات يعني للعلم والإحاطة لا ترتفع الأسعار عن 3500 ريال. يعني في عدن، وأنا يعني أعيش فيها فترة طويلة منذ يعني اندحار الانقلابيين عنها، لم أجد هناك سوق سوداء، لا توجد أسواق سوداء. في وقت الأزمة ربما يلجأ الإنسان للبحث عن سوق سوداء لبيع الاشتراء البترول ولو كان بسعر غالي. في عدن لا تكاد تجد، ربما موجودة لكنها محصورة إلى درجة يعني لا يمكن أن يتصورها الإنسان. لا يقبل المواطن في عدن أن يشتريها ب8000 أو ب9000، والذين يشترونها يعني محدودة للغاية، يعني فئة محدودة للغاية. بقية المواطنين يرفضون هذا الوضع، يصرخون يستنكرون. وأنا هنا ربما أدعو المواطنين، على ذكرك أخي بشير للمواطن في صنعاء، أدعو إلى إسناد هذا المواطن ومساعدته في كشف الحقائق وعدم إلقاء اللوم عليه في مواجهة هذه الميليشيا. قل لي بالله عليك ماذا يفعل المواطن في صنعاء الآن وهو لا يجد له متنفسا؟ كانت ربما الأيام في الأيام السابقة يستطيع الإنسان أن يلجأ من هذا الجنب إلى هذا الجنب، من هذه المدينة إلى هذه المدينة. الآن الرجل في صنعاء يحتاج إلى البترول كما يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى البنزين كما يحتاج للغذاء، وبالتالي لا يجد أمامه في كل المنافذ، في كل أقسام الشرطة، في كل الوزارات، في كل اللجان الشعبية والثورية، وكل هذه المسميات كلها بيد ميليشيا الحوثي والمخلوع. انسدت الآفاق أمامه الآن، وربما يعني تستطيع الحكومة الشرعية في الوقت الحالي أن تقول كلمتها في هذا الموضوع، وأن لا تسكت عن ميناء الحديدة، الميناء الذي ما يزال يدر على الحوثيين وهم لا يشترون النفط أخي بشير في كثير من الأوقات، وإن لم نجد دليلا على هذا الموضوع حتى الآن وستكشف ربما في الأيام اللاحقة، الحوثيون يشترون صفقات النفط من إيران مجانا، ويعتبر هذا باب ومورد لهم. وهذا المورد الهام رغم انه مجانا الا انهم ايضا يرفعون الاسعار دون رحمه او معاناه، يعني مراعاه للمواطنين. نعم، طيب الكره هنا نعم قد تكون في مرمى المواطن، لكن ايضا نحن كوسائل اعلام وكبعيدين عن نقطه الحدث في صنعاء بالذات نحتاج الى اسنادهم. نعم،
طيب استاذ محمد ابقى معي، اعود الى صنعاء مع الصحفي منصور الجرادي. استاذ منصور، الان بدا الناشطين او التابعين للميليشيا يروجون ويبردرون لهذه الارتفاع للمشتقات النفطيه، البعض يقول ما حاجتنا للبترول نمشي باقدامنا، والبعض الاخر يقول يشتري دراجه هوائيه، والبعض الاخر يقول نعود الى عهد الحمير، والبعض الاخر يعني من خطباء وقيادات الحوثيين يقول مثلا على سبيل المثال طه المتوكل يقول لو علم المتبرمون من مصير هذه الزياده الانيه في المشتقات ما ستعود عليهم وما ستعود عليهم من خير في اخراهم لما تبرموا. هذا الترويج الان لتبرير هذه الجرعه السعريه القاتله على المواطنين، كيف يتقبلها الناس في صنعاء؟ وهل ممكن تنجلي على المواطنين هذه يعني المغالطات التي ربما قد اكتووا بنارها سابقا؟ هذا شيء يدعو الى الضحك والسخريه حقيقه، لانه كيف انت تستطيع ان تبرر ان يذهب الناس الى المجاعه والى الموت؟ يعني شيء يعني لا يمكن ان يبرره عاقل على الاطلاق، وبالتالي من يبرر ذلك فهو اما مستفيد واما شخص يعني معمتوه. يعني انا اعتقد انه الناس يعانون كثيرا، يجب ان ينزلوا الى البيوت، الى المواطنين في الشارع حتى يتضورون جوعا. البيوت هناك من يموت جوعا ولا يخرج، يعني هناك مئات الحالات من حالات سوء التغذية لدى الأطفال، ولعلنا شاهدنا العديد منها نتيجة عدم قدرة آبائهم أو أوليائهم توفير الغذاء المناسب لهم. فمن يبرر هذه التبريرات هو بلا شك يساهم في قتل اليمنيين. نعم أستاذ منصور، برأيك إذا ما استمرت هذه الجرعة السعرية وفرضت على المواطنين ولم يعد يعني حتى مراجعتها، كيف ستنعكس على حياة المواطنين الذين هم الآن أكثر من عام بدون رواتب، على الناس الذين أصبحوا بلا عمل؟ لا أخفيك أن الوضع يزداد سوءا. يعني هناك مؤشرات، إذا كانت المؤشرات الدولية تشير إلى ربما ذهاب اليمن إلى المجاعة، لكن ما نراه في الواقع أيضا يدل على مآسي حقيقية. يعني الناس لم يعودوا يدرون ماذا يفعلون أو يتصرفون في اليوم الثاني. يعني حقيقة المجاعات هي ليست مجرد استهلاك إعلامي، لكنها واقع نعيشه. هو هناك أسر لا تستطيع أن توفر وجبة عشاء لأولادها. نعم. يكفي أن نجد عشرات من هذه الأسر في حارتنا يوميا. نعم. طيب أستاذ منصور، سؤال أخير، برأيك إلى متى سيستمر صبر الناس على هذه الجرعة القاتلة، على عدم صرف الرواتب، على عدم وجود وظائف، على انتشار السوق السوداء؟ يعني جماعات وعناصر اللي تابعة للانقلابيين تشتري العقارات وتبني الفلل والقصور وتزيد من أرصدتها، في المقابل الناس تموت في الشوارع. إلى متى سيستمر صبر الناس من خلال اطلاعك ومتابعتك على أحوال الناس في صنعاء وأيضا المحافظات الأخرى؟ أولا الجميع من دخل في هذه الحرب هو مستفيد منها، وهو يبني قصور وهو يضع في حساباته الملايين من الدولارات. حقيقة ستنتهي كل ذلك فقط عندما تنتهي الحرب، دون ذلك سيظل المواطن لا يستطيع أن يعمل شيء. الحرب هذه كتلت كل شيء في اليمنيين، طموحاتهم، أمالهم، قدرتهم حتى على الرفق، لأنه لم يعد بهم سوى أن ينتظروا قصر السلام. قصر السلام يجب أن يكون قريبا، ويجب علينا أن نوقف آلة الحرب هذه المدمرة التي دمرت الحرب والناس. أشكرك جزيل الشكر الصحفي منصور الجرادي، كنت معنا من صنعاء. وأعود إلى مأرب مع الأستاذ محمد الجمعي. أستاذ محمد، أنت أيضا برأيك إلى متى سيستمر صبر الناس على هذه الأسعار الجنونية وعلى هذه الأسواق السوداء وعلى هذه الإتاوات التي تفرض على المواطنين؟ دعني أنا والأخ منصور وأنت يعني عبر هذا المنبر ندعو المواطنين في حالة عجز عن التحرك والخروج إلى الشارع، وهو فعلا البلاد في حالة حرب، وربما يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري للساكنين في صنعاء والمحافظات التي يديرها الانقلابيون من مجاعات وغيرها. لكن دعنا نقول للإخوة المواطنين وكلهم وعي وكلهم يعني
ثورة، يستطيعون أن يرصدوا كل عمارة جديدة منذ عام 2016، كل شركة رفعت لوحاتها تحت مسمى الصمود أو ما يشير إلى ميليشيا الحوثي، كل بيت جديد اشتراه صاحبه وهو لم يكن يجد لقمة العيش، في كل حارة، في كل شارع، في كل مدينة في صنعاء، في كل حي وفي كل مديرية. أرصدوا كل هذه الاستثمارات الجديدة وستجدون أنها هي من يستثمر أموالكم، من يأكل أموالكم، من يغسلها على شكل عقارات، من يشتريها في حدود صنعاء ومحيطها سواء في العاصمة أو في المحافظة. هذا هو غريم الشعب، أرصدوه وسيأتي الوقت اللازم لمحاسبته والوقوف ضده في كل المحافل الدولية. نعم، طيب أستاذ محمد تكرم بالبقاء معنا. نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة مادة معلوماتية عدها الزميل ودي عطاء عن الميليشيا والمتاجرة بالمشتقات النفطية. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة جديدة، هذه المرة إلى عدن مع الأستاذ طارق سرور الناشط الحقوقي. مساء الخير أستاذ طارق. أهلا، مساء الخير والتحية لك والمشاهدي قناة بلقيس. مرحبا بك أستاذ طارق، ربما تحدثنا في المحور الأول مع ضيوفي الأستاذ محمد الجماعي وأيضا الأستاذ منصور الجلادي على نقاط كثيرة، لكن أريد في يعني المحور الأخير معك أن نتحدث بصورة ربما جزئية في غاية الأهمية. يعني البعض الصحفيين وبعض الإعلاميين والناشطين والحقوقيين وما شابه ذلك ومن لف لفهم الذين كانوا يروجون ويبشرون للميليشيا وخرجوا يعني ضد حكومة باسندوا، أين هم اليوم؟ ربما الآن بدأنا نسمع البعض منهم يبحث عن تبرير للميليشيا لرفع المشتقات النفطية على المواطن الذي بات الآن أكثر من عام بلا رواتب بلا عمل. أستاذ طارق. نعم، ولو كان الصوت انقطع مؤخرا لك الكريم. نعم، سألتك عن لكن أقول نعم أقول إن الوضع يختلف تماما أخي الكريم، حكومة باسندوا وحكومة ما بعد 2011 يختلف الوضع. هناك كانت حكومة وهناك كانت دولة، وكان هناك متنفس كبير لكل المعارضين ولكل من يريد أن يتكلم ولكل من يريد أن يتحدث. الآن لا شك أن نحن أمام عصابات، أمام ميليشيا تقوم بالقمع وتقوم بالقتل وتقوم بالتشريد والاختطاف وإرعاب المواطنين. بالتالي يختلف الوضع تماما، حيث لا يستطيع الناشطين أو من هم متضررين من الخروج أو ممارسة أي أو رفض ما تقوم به الميليشيات من رفع اسعار المشتقات او الوقود. نعم استاذ طارق، اسمح لي. نعم، ومعذره على المقاطعه استاذ طارق، انا ربما حددت فئه بذاتها وهي التي روجت وناصرت الميليشيا وهي الان ايضا ظهرت من جديد لكي تبرر وتسوق التبريرات للميليشيا في رفع المشتقات النفطيه. طبيعي تكن الصوت يتقطع اخي الكريم، الصوت يتقطع.
أقصد سألتك فيما يخص يعني يعني جزئية مهمة، وهي وركزنا على الأشخاص الذين كانوا يبررون للميليشيا ويبشرون بالميليشيا ويبررون أيضا الآن من جديد للارتفاع في المشتقات النفطية. البعض يقول نذهب يعني إلى العهد القديم على الحمير، والذي يقول نمشي على أقدامنا، والذي يقول نشتري دراجات هوائية، ولا يحاولون أن ينتقدوا الميليشيا التي رفعت المشتقات النفطية التي يعني أسقطت الدولة بذات الحجة. هذه الفئة أخي الكريم هي سقطت أمام المجتمع بشكل عام. هذه الفئة هي كانت من المستفيدين من ثورات أو ما يسمى بانقلاب الحوثيين، وهذه الفئة هي التي كانت تروج لهذا الانقلاب، وهي الآن تروج لهذا الانقلاب وتروج لمن يقوم بهذا الانقلاب ولقيادة هذا الانقلاب، وتحاول أن تضع رؤوسها في الرمال كما هي عادت النعام غالبا. لكن أنا أتكلم عن أحرار الشعب وعن مجاميع الشعب. أحرار الشعب من بداية ما يسمى بالانقلاب، من بداية الانقلاب وهم في المعتقلات أو في السجون أو خارج المحافظات المحررة وخارج الوطن. بالتالي هذا هو وضع طبيعي أخي الكريم. لم يبقى في اليمن إلا من لم يستطع الخروج، لم يبقى في اليمن إلا من لم يستطع، الذي لم تكن له أي إمكانية للحديث للكلام أو للمعارضة. فالوضع طبيعي، الوضع طبيعي جدا. هناك فئة مستفيدة وفئة تحاول أن تطبع وأن توجد رأي عام مساند لهذه الميليشيات وأن توجد مبررات كالاعتداء وما إلى ذلك، ولكن هذه أقلام ومفضوحة ومأجورة وأصبح يعرفها الجميع تقريبا. نعم أستاذ طارق، إلى متى سيستمر صبر الناس على هذه المعاناة وعلى هذه الجرعة السعرية التي تفرضها الميليشيا وعلى الإتاوات وعلى ارتفاع في كل شيء، في المواد الغذائية، في المواصلات، في مختلف يعني مقومات الحياة؟ الصبر طبيعي لن يستمر إلى ما لا نهاية. هناك تبرم وهناك كثير من المطالبات قد بدأت تظهر وإن على استحياء. بالأمس فقط كان هناك تظاهرة في أحد أحياء العاصمة نتيجة لاقتحام ميليشيات ما يسمى بالأمن القومي لمنازل هذا الحي. هناك أيضا خروج مستمر ودائم لرابطة أمهات المختطفين. هناك خروج للمعلمات بشكل جيد. أقول أن هناك في لحد ما وعي يتنامى يوميا، وهو لا يتنامى، هو نتيجة الضغوط التي يعيشها المواطن والذي أصبح فعلا لا يستطيع أن يعيش الحياة الطبيعية. فلا مواصلات ولا كهرباء ولا أمن ولا أي من مقومات الحياة. بالتالي لابد أن يأتي يوم، وأعتقد أنه يوم قريب، بأن يخرج هذا المواطن. نعم. ويضحي لكي يعيش الآخرين. هل سيخرج الناس في الحديدة أستاذ طارق من خلال معرفتك بهذه المحافظة وأنت ابنها؟ إلى متى سيستمر يعني صبرهم على المرض وعلى الجوع وعلى الفقر؟ للأسف الشديد بأن الحديدة أو محافظة الحديدة حاضرة إقليم تهامة، هي من أكثر المحافظات التي عانت من هذا الانقلاب وعانت من ظلم هذه الميليشيات نتيجة للوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه المدينة من قبل، ونتيجة للأجواء الحارة التي تعيشها المحافظة. بالتالي هذه الميليشيات زادت وعمقت من مأساة هذه المحافظة بانعدام الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية، البترول والديزل والغاز وغيرها، والذي يعتمد عليها المواطن التهامي بشكل أساسي في حياتها العامة، سواء للكهرباء أو للاستفادة من العمل في الزراعة أو العمل في البحر. وبالتالي هي أغلقت معظم منافذ ووسائل العيش في الحديدة. ولكن للأسف الشديد هذه الميليشيات المتنفذة تضرب بيد من حديد للأسف على كل من يحاول أن يتكلم. ومثل ما ذكرت سابقا فإن معظم الأحرار وطليعة هذا الشعب وطليعة الشعب التهامي هو في المعتقلات أو خارج المحافظة أو خارج الوطن. ولكن أيضا نأمل بأن أحرار الحديدة سينتفضون وسينتفضون قريبا بإذن الله تعالى، لأنه حياتهم لا تختلف عن الممات، فحياة بشرف وعزة وبطولة. وبإذن الله تعالى نأمل من شباب الحديدة الخروج القريب بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي الأستاذ طارق سروق، كنت معنا من محافظة الحديدة. وعودة أخيرة إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، برأيك على ما تراهن الميليشيا في
يعني مواصلة هذه الجرعات، الجرعات تلو الأخرى، الإتاوات تلو الأخرى، القمع، حالة يعني عدم السماح لأحد بالتحدث والخروج والاعتراض على أي عمل يقومون به؟ أنا طبعا قد كنت ختمت برسالة أخي بشير في الفقرة السابقة، وهي كانت رسالة هامة، ولكن السؤال هذا الذي يعني ختمت به الآن هو سؤال هام، على ماذا تراهن الميليشيات؟ نعم، هي تعرف الشعب اليمني وغضبه وثورته في كل وقت وفي كل حين عبر التاريخ، ليس من اليوم فقط، اليمنيون وصراعهم مع حكامهم مشهور عبر التاريخ، وربما لم تشهد دولة تقلبات مثل ما شهدتها اليمن خاصة في منذ القرن الرابع الهجري حتى اليوم. هناك تدخلات كبيرة وسافرة في اليمن، وهي من تغذي الحكومات القائمة التي تحكم دون رغبة الشعب ودون إذنه، وهذا هو ما يحصل الآن. ما يحصل الآن تحالف عربي كبير وعريض وقوي وله تأثير دولي أيضا يقف بجانب اليمن، لكن هناك أيضا من يقف بجانب الحوثي، وهذا ربما ما نعاني منه الآن على المستوى المحلي والإقليمي. هناك من لا يزال يتوهم أن الميليشيات يعني ربما ستنفعه في الأيام القادمة أو في أي ظرف قادم لتحقيق مصالحه، وأنا أدعو العالم أجمع إلى أن ينفض الغبار عن هذه الأوهام، لأنها لن تتحقق ولن يستطيع الحوثيون أن يفعلوا شيء إذا كانوا لم يستطيعوا أن يحافظوا على ما بأيديهم من ثروات ولا من سلطات. هم الآن يعني يتناقصون في الجبهات، يتناقصون في على الأرض، يتناقصون من يعني من قلوب الناس، مثل ما قال الأخ طارق سرور، صنعاء بالذات هي أكثر محافظة يمنية تشهد حراكا ضد ميليشيا الحوثي، وهذا ما هو معروف في نهاية كل شهر من أجل الرواتب، وأيضا في كل مناسبة يقف فيها الحوثي وميليشياته ضد اليمنيين، سواء باختطاف أو اعتقال أو مصادرة وتقييد حريات. نعم أستاذ محمد، إذا أيضا سؤال أخير فقط، أنت في مأرب ومطلع أيضا على يعني بيع مادة الغاز التي هي خاصة بالغاز المنزلي إلى البيوت، ربما السعر المحدد من قبل يعني الحكومة الشرعية 1500 ريال، هل يمكن للسلطة المحلية ولشركة النفط في مأرب أن تحكم على الأقل هذه المادة وتصل للناس في هذه المحافظات بالسعر الرسمي؟ نعم، وبالأمس اجتمعنا في لقاء تشاوري نظمه مركز الإعلام الاقتصادي مع رجال الأعمال والمستثمرين، وكان الحديث هنا لم يكن الحديث هنا عن غاز ولا عن بترول ولا عن مشتقات، ولا عن كان الحديث هنا عن أزمة، عن زوايا يجب أن يستثمر فيها، عن مؤتمر استثمار يجمع الماربيون واليمنيون في مأرب جميعا لعقده وتوفير فرص الاستثمار للناس. بالنسبة لما مادة الغاز ومادة يعني البترول وغيرها، هذه المواد الحكومة هي من تتحكم بالأمور وليس السلطة المحلية في مأرب، هي ضمن منظومة تحكمها الشرعية من عدن وتديرها، والحكومة لها وجهة نظر في هذا الموضوع، لا تريد أن تهدم المعبد على من فيه ولا البيت على ساكنيه. المواطن في صنعاء هو مواطن يمني، وأعتقد أن إقليم تهامة بدأ بالتحرك في هذا الموضوع، والدكتور صالح سميع في المؤتمر الصحفي الأخير أشار إلى أنه بإمكان الحكومة أن تتخذ خطوات قوية في هذا الموضوع عبر تبديل الوكلاء، عبر وربما هذا الموضوع أيضا أثر على صنعاء مباشرة، وأنا استطلعت الأمور عبر الزملاء والأهل والساكنين هناك في صنعاء. أشكرك. يباع الغاز في كل حارة بسعر آخر بسبب تذبذب ويعني سيطرة الحوثيين على هذا المكان أو ذاك. أشكرك. وكذلك أيضا يعني وعي التجار والوكلاء لمادة الغاز. نعم. في المرحلة القادمة الحكومة لديها خطوات، وستكون خطوات مؤلمة، ونتمنى أن لا يطال هذا الألم. نعم. الساكنين ونتمنى أن ترى النور أستاذ محمد. نعم، نتمنى أن ترى النور وأن تضبط هذه المسألة عبر وكلاء كما تحدث جدد من خلال ما كان في المؤتمر الذي قمتم في الإعلام الاقتصادي بالأمس. شكرا جزيلا لك الصحفي الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب، والشكر أيضا للصحفي والناشط الحقوقي طارق سرور، وكذلك أيضا الشكر للصحفي منصور الجلادي كان معنا من صنعاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا
معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وكذلك الزميلة إلهام عامر، حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.